مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ النهاردة هنعمل unboxing للتليفون اللي محار كل الناس والغالي جدا، واللي سمعنا عنه كلام كتير ان الكاميرا بتاعته أجمل كاميرا في الدنيا. خلينا نشوف ايه حكايته وفعلا يستاهل الضجة دي كلها ويستاهل السعر بتاعه ده كله. ال 12 برو ماكس، انا جبت لونه جولد لانه لون جديد بالنسبه لي، اول مره اجربه وكنت حابب شكله، يعني كنت شفت له اكتر من صوره اكتر من فيديو فحبيت شكله. وخلينا نعمل له انبوكسنج وهنعمل له ريفيو فيديو تاني طبعا، ونشوف فعلا الكاميرا بتاعته زي ما بيقولوا ولا لا. فخلينا نروح نشوف الانبوكسنج ونرجع مع بعض تاني. يلا بينا نعمل انبوكسنج للبيج بوي. I'm